السلام عليكم. اليوم نتعرف على المحطة الجديدة اللي تمت يعني الأشغال بها واللي تقع في ولاية تيارت، وهي محطة عين كرماس رائعة جميلة جدا، والتي أنجزتها وكالة أنصريف اللي هي قائمة يعني بأعمال جبارة في مدينة سكك الحديدية. وهذه المحطة تقع إذن في ولاية تيارت بين تيارت وتيسمسيلت على الخط الهضاب العليا اللي يمتد الى حدود تونسية في ولاية تبسة، على امتداد مسافة تقريبا 1200 كيلومتر تاع سكك حديدية، يعني تاع لاروكاد ديو بلاطو اللي راهي بعض الاجزاء منها راهي انتهت الاشغال بها، والبعض الاخر راها قيد الاشغال، والبعض الاخر راها قيد الدراسات، يعني ما بقاش بزاف. يعني الخط بصفة عامة راح حوالي 70 إلى 80% من نسبة تقدم الأشغال به، وعلى كل 1200 كيلومتر فيه محطات من هذا النوع رائعة عبر ولايات كما قلنا تيسمسيلت وأمسيلة وجزء من باتنا وتبسة. إذن هنيئا للشعب الجزائري، وهنيئا يعني أبناء المنطقة ولاية تيارت بهذه المحطة الرائعة، نعاود نأكد لها، وإن شاء الله الأمور تمشي يعني بالنسبة للخط شمال جنوب تجاه تمن راس وخطوط أخرى كذلك، سوف نذكرها في يعني وقفات أخرى. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.